وللمزيد من المتابعة حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ينضم إلينا مباشرة من هناك باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. إليك باسم، وانقل لنا أهم وأبرز الفعاليات لديك وأيضا الأجواء ومدى الإقبال في المعرض في دورته 55. تحياتي إليك من مركز مصر للمؤتمرات في معرض الكتاب هنا الذي لا يزال يبهرنا في يوم 11، والذي ضرب رقما قياسيا في عدد الزائرين في معرض الكتاب في نسختها 55 هذا العام، حيث تخطى حاجز 4 ملايين زائر حتى الأمس وبنحو 120 ألفا. ويعني اليوم بعد أن يغلق المعرض أبوابه سوف يتم معرفة العدد الجديد لهذا اليوم، والذي منذ الصباح الباكر ونحن هنا لدينا ازدحام كبير من المواطنين. لقد حظيت بفرصة التواجد في أول أيام المعرض، والآن المعرض سيغلق أبوابه هذا العام مختتما فعالياته في 6 فبراير غدا بمشيئة الله. أستطيع أن أقول لك بأن الحضور لم يقل في المعرض طيلة فترة عمل هذا المعرض وقيام هذا العام، بل إن العدد ازداد عن حتى أول أيام. ومن الملاحظات التي يعني نستطيع أن نقولها اليوم بأن لدينا إقبال كبير، خصوصا من الشباب ومن الأطفال يعني فوق السن في 15 و16 من العمر، يعني متواجدين بشدة هنا في المعرض ومتابعين لكافة الفعاليات الموجودة اليوم. تتسم فعالياته بنكهة فلسطينية، حيث تقع فعاليات هذا اليوم تحت عنوان يوم الثقافة والتراث الفلسطيني، وبهذا الخصوص عقدت وتعقد وتجري الآن ندوات في معرض الكتاب على هامش معرض الكتاب مع كبار المفكرين والسياسيين المصريين ومن الأشقاء العرب ومن الفلسطينيين الذين يتحدثون عن القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور وحتى عملية طوفان الأقصى، ويتحدثون عن الدور المصري البارز والتاريخي في القضية الفلسطينية حتى من قبل أن تبدأ عملية طوفان الأقصى ويبدأ العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، ويتحدثون عن الدور المصري ومدى أهميته باعتبار مصر دولة داعمة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وتقف في ظهر الشعب الفلسطيني وفي ظهر الحكومة الفلسطينية لاسترداد الحق المسلوب للشعب الفلسطيني وإقامة دولته على أرضه. لدينا هنا فعاليات كثيرة على مسرح الطفل أيضا، وعبارة عن رسومات يشارك بها الأطفال في يعبرون فيها عن محبتهم وعن دعمهم للقضية الفلسطينية وتلوين للعلم الفلسطيني، ورسومات تعبر عن النضال الفلسطيني. يوم طويل من أيام معرض الكتاب، ولكنه يعبر عن شغف المصريين بالقراءة وشغف المصريين بالمعرفة، واعتبر أن معرض الكتاب هذا هو يعني كرنفال مصري سنوي يجلب الأنظار إلى مصر باعتبارها حاضرة للثقافة العربية وحاضنة للثقافة والمعرفة بتضمنها لكافة العارضين والناشرين سواء من مصر أو من الدول العربية أو الدول الأجنبية. ويعني يذكر أن ضيف شرف المعرض هذا العام هي مملكة النرويج. إليك. أشكرك على كل هذه المعلومات الوافية باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري.